المعركة مستمرة، منصة الدولار تتمدد، والمركزي يراهن على الوقت. لا يصح إلا الصحيح، والصحيح هو استخدام المنصة الإلكترونية بالتحويل الخارجي. شنو آخر المعطيات بهالملف؟ ولماذا البنك المركزي والحكومة يراهنان على الالتزام بالمنصة لخفض سعر الدولار؟ خلونا نشوف. نعم، البنك المركزي والحكومة مصرين على تطبيق المنصة، وأمامنا كتاب رسمي صدر عن البنك المركزي البارحة أعلن به عن معاودة العمل بالمنصة، وقرر أنه سيحرم الشركة اللي ما تستخدم المنصة من حصتها الأسبوعية من الدولار. وبنفس الوقت البنك أصدر حزمة جديدة من الإجراءات أطلق عليها ضوابط التحويل الخارجي لعام 2023. شنو اللي تشمل هاي الضوابط؟ الضوابط تشمل أولاً الجهات المسموح بتمويلها قانوناً عبر المنصة الإلكترونية، والبنك حصرها بعشر جهات. وتشمل ثانياً العمليات المسموح بتمويلها عبر المنصة وتضم تسع معاملات. وثالثاً الضوابط شملت القروض أو الالتزامات اللي يجب أن تلتزم بها المصارف المشاركة بالمنصة، وعدد هاي الالتزامات تسعة. هاي الإجراءات تعني أنه المنصة مستمرة، ولا صح لما أشيع عن إعطاء البنك الفيدرالي للعراق فترة سماح جديدة أمدها ثلاثة أشهر مثل ما سربت أحدى الصحف، بل على العكس مخرجات الاجتماع اللي صار بواشنطن بين الوفد العراقي والبنك الفيدرالي الأمريكي انتهى بالتشديد على استخدام المنصة الإلكترونية لأنها الطريقة الوحيدة للحفاظ على قوة العملة العراقية. رأي الجانب الأمريكي كان واضح، وهو أنه أي تساهل بالمنصة أو تمديد للسماح راح ينعكس سلباً على أسعار الدولار، والحل الوحيد هو التشدد مع الشركات وإجبارها على استخدام المنصة وعدم إيصال رسائل خاطئة إلها، لأنه لا يصح إلا الصحيح. لهذا وزير الخارجية فؤاد حسين أعلن اليوم أنه تطبيق المنصة بالفترة الماضية كشف أنه حاجة السوق تختلف عن العملة اللي تحول للخارج لوجود فواتير وهمية. لهذا تطبيق المنصة بصرامة راح يخفض أسعار الدولار مع الوقت. بالعودة لسعر الصرف، واضح أنه معركة البنك المركزي لخفضه ما زالت في بدايتها، لأنه السعر بعده يراوح عند سقف الـ 1520 للدولار الواحد، رغم أنه البنك يبيعه رسمياً بـ 1300. بمعنى أنه الفرق بين سعر البنك والبورصة الموازية أكثر من 20 نمرة، وهاي فرصة نادرة للمضاربين حتى يستفيدون من اللي جاي يصير. وهنا يجي دور الحكومة لحماية الأسواق والأسعار من خطر هذه المضاربات. عدا هاي المخاطر، هناك مشكلة أخرى قد تظهر لاحقاً بعد اعتماد الحكومة سعر الصرف 1300. المشكلة تكمن بكون موازنة 23 ضخمة وتقارب 200 تريليون دينار، وهنا قد تصادف الحكومة صعوبات بتوفير الدينار، لأنه مبيعات مزاد العملة بمعدلاتها الحالية ما راح تقدر توفر متطلبات الموازنة. مع هذا البنك المركزي والحكومة يراهنون على الزمن بزيادة المبيعات، والطريقة الوحيدة هي إجبار الشركات على استخدام المنصة.
بالنتيجة تريد منصة أخذ منصة، ما تريد منصة هم لازم تأخذ منصة، ماكو حل. هذه هي سياسة البنك المركزي حالياً وبالاتفاق مع الأمريكان، المنصة هي الحل. هذه هي الخلاصة. حياكم الله. حياكم الله أعزائي المشاهدين، ورحب بكم. اليوم السيد مقتدى الصدر غرد تغريدة جدا مهمة اتطرق بها إلى الطائفية، وقال بهذه التغريدة أنه الطائفية تسببت بحرق الأخضر واليابس، ذهب ضحيتها الآلاف وعانى منها الكثير من البلدان والشعوب. سيد مقتدى صدر هنا يتصدى إلى موضوع جداً مهم. خلوني أقرأ لكم شيء من تغريدة سيد مقتدى اللي ربما هو إلى شراكة مع ما عانيناه في هذا البرنامج. سيد مقتدى يقول: الحق يجب أن يقال، فمحاربة الطائفية لا تعني إلغاء الأديان الأخرى والعقائد الأخرى ومحاربة أحكامها وطقوسها وشعائرها، بل إن ذلك هو الطائفية بعينها، بل وتغذيتها وتأجيجها واللعب على وتر حساس يؤدي إلى ما لا تحمد عاقبته. هاي رسالتنا بالبرنامج، هي هاي الرسالة. سيد مقتدى اختصرها بهذه التغريدة، هي هاي رسالتنا. شكرا سيد مقتدى. وبهاي المناسبة حديثنا عن الطائفية، واحنا يعني صار انجرار للموضوع، كنا نتحدث عن المستوى الهابط والمحتوى الهابط، وصارت هاي القصة مال باسم وانت تعرفوها بشكل جيد. شراكة مع هذا الموضوع، خلي اشوفكم فيديو مؤلم، حقيقة مؤلم، من شفته أنا ما تحملت، لشاب السيد علي الشريفي. شوفوا هذا الفيديو ونرجع. طبعا تحياتي حكومتنا العراقية، تحيات رئيس الوزراء، تحياتي لوزير الداخلية وللقضاء الأعلى، وحاب أسلم على وزير الداخلية وأقول له سيادة الوزير، طبعا أنتم أهلنا وناسنا، وإحنا نباوع عليكم أنت كل الغيرة. صار لي 10 أيام أنا ما شايف عائلتي، وهاي أمه راح تموت سيادة الوزير، ما شايفتني، ما تعرف شنو محتوى هابط، عبالها 4 أرهاب، عبالها راح تعدموني. وصار 10 أيام أنا أطفالي ما شايفهم سيادة الوزير، وتحياتي إليك وللقضاء الأعلى. وإحنا نباوع لكم، أنت أبو الإنسانية، أنت أخونا، أنت الأب الروحي، إحنا محتوى بعد راح، الحسابات بعد راحت، وإحنا بخدمتكم بأي شكل من الأشكال. وأنا ما متعود يا سيادة الوزير لا على سجين ولا على هسه ضغوطات علي ونفسيتي تعبانة ولا أكل ولا شرب، يعني ما عرفاني انسجن على مود نكتة لو انحاكم على مود نكتة. سيادة الوزير أريدها عليك هذا الإمام موسى بن جعفر أن تدفعها هالمرة وتعفي عنا، لأن تعبنا كلش. تحياتنا إليك وتحياتنا الفائق زيدان، أنتم أهل الإنسانية، أنتم العراقيين الأصلاء، إحنا اللي نباوع عليكم وما عدنا بس الله وأنتم، وريد هالمرة عفى الله عما سلف. تحياتي إليك وزير الداخلية، أنت اللي صمام أمان إنا، وأنت اللي ما حد يزاودك على الإنسانية، أن تنظر إنا والعوائلنا أم راح تموت سيادة الوزير، وريدها من شاربك أنا هالمرة تعديها، لأن إحنا كنا تعبانين من هذا الموضوع وبعد ما تتكرر. أعفو عنا هسه شنو جريمته؟ شنو جريمة علي الشريفي هذا الرجل المسكين؟ شنو جريمته؟ شنو اللي مسويه؟
رجل مسكين يقولكم اعفوا عني وما راح أكررها. هذا ظلم، هذا ظلم كبير. يا قضاء، يا حكومة السيد السوداني، لا توصم حكومة السوداني بالمحتوى الهابط. يا سيد السوداني دير بالك أن تكون حكومتك مرهونة بهذا هذا ظلم. هسه احنا ضد المحتوى الهابط، بس مو بهاي الطريقة الشمولية وهاي الطريقة العبثية وغير المدروسة. هذا الرجل، هذا الرجل بسيط، شنو اللي مسويه مثلا؟ ينكت كم شغلة على على السوشيال ميديا، شلون يعني؟ ما تريدون ننكت بس نلطم؟ دزوا علي قالوا له تعال احنا نلطم ونبكي، دير بالك تنكت، لا تنكت، ودير بالك تبوق، واذا ردت تبوق بوق مبلغ كبير حتى نعفو عنك ونطلق سراحك. يا جماعه عيب، عيب يتوسل بيكم يقول لكم اطلقوا سراحي. زين اذا ماتت امه تتحملون هاي الجريمه؟ شوفوا سيد مقتدى شلون تعامل مع علي الشريفي، شافه أساء، دز علي قال له تعال انت لابس عمامه وجاي تسيء لهاي العمامه، انزع عمامتك عيب وروح، منطيني تعهد انه انت ما تسيء لهاي العمامه، روح. انطاه تعهد، قال له ما راح اسيء. اخذوا التعهد، اخذوا التعهد عليهم، يابا تعالوا انطونا تعهدات انه انتم حساباتكم تغلقوها وما ترجعون للاساءه وانتهى الموضوع. هاي العقوبات القاسيه وهاي المطارده، ليش؟ ليش هاي القسوه؟ هذا ظلم، هذا ارهاب دوله. اعفوا عن الرجل، خلوا رحمه بداخلكم. يا وزير الداخليه، يا سوداني عيب يتوسل بيكم يقول لكم انا مطارد وما شايف اطفالي وعائلتي. شو مسوي المسكين هذا؟ هو شو مسوي؟ شو مسوي؟ شنو اللي مسويه؟ اكو ناس ارتكبت جرائم وجرائم وجرائم، صدق كذب؟ قولوا يا الله، قولوا يا الله، عمي لا تنقلب. ارحب بضيوفي الكرام، دكتور نبيل المرسوم استاذ الاقتصاد من البصرة، والدكتور عبد الرحمن المشهداني استاذ الاقتصاد الدولي من بغداد، والاستاذ امير الدعمي السياسي المستقل من بغداد. مرحبا بضيوفي الكرام، واسف جدا يعني على هاي المقدمة الانفعالية، انا مرات هيك اروح انفعل، وهاي انفعالات دخلتني بمصايب، بس هي هاي طبيعتي يعني فتحملوني. بس خليني ابدا اولا مع دكتور نبيل المرسومي، أقول أريد أفتهم شيء من اللي حصل في واشنطن، يعني لحد الآن ما واضحة الأمور. فشلت زيارة الوفد، نجحت، صدروا بيان يقولون لازم نلتزم بالمنصة، يعني معناها فشلت. أكو شيء تحقق دكتور نبيل؟ السلام عليك أستاذ عدنان وعلى ضيوفك الكرام وعلى المشاهدين. يعني واضحة بأنه لا رجوع عن المنصة بعد اليوم، بمعنى أن زيارة الوفد العراقي لم تكن ناجحة. هذا إصلاح من نوع جديد، إصلاح مصرفي مفروض من الخارج وليس من بنات أفكار البنك المركزي العراقي، هو إصلاح من الفيدرال الأمريكي وقواعد جديدة يجب على البنك المركزي العراقي الامتثال لها، وبالتالي هو سيقوم بهذا الإصلاح وسيلزم كل المصارف والشركات على علم المنصة الإلكترونية، وبالتالي تمويل التجارة الدولية راح يمر عبر قناتي الحوالات المصرفية والاعتمادات المستندية. كم يستغرق هذا الموضوع؟ أعتقد تكلمنا قبل 3 أشهر، ربما يستغرق هذا الموضوع 3 أشهر أخرى لكي يتم ردم الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، رغم أنه من المتوقع أن تبقى الفجوة بحدود 10 نقاط لأسباب أخرى تتعلق بضرورة تهريب الدولار لتمويل بعض الاستيرادات العابرة للحدود. يعني تتحدث عن إملاءات ووصايا دكتور نبيل؟ سأل عن واضحة الأمور، يعني احنا نتكلمنا عن فساد نافذة العملة ليس من اليوم، من 2003 واحنا نتكلم عن هذا الموضوع، ونتكلم عن فجوة كبيرة بين استيرادات العراق
موازين مبيعات البنك المركزي العراقي، كلنا نعرفها، كنا كاتبين بها بحوث ودراسات كبيرة حول هذا الموضوع، وكل العاملين بالبنك المركزي، كل أعضاء مجلس الإدارة، كل محافظين البنك المركزي العراقي يعترفون بأنه النافذة كان بها فساد، لكن كانوا غير قادرين على إصلاح الوضع المصرفي. اليوم فرض الإصلاح المصرفي من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، وبالتالي لا رجع عنه، وعلى البنك المركزي والجهاز المصرفي أن يتكيف على وفق ما يريده الأمريكان. وفي هذا طبعا أيضا هو لازم نعرف أنها خطوة جيدة لأنها تحفظ أموال العراق، ولو جاءت بعد زمن متأخر بعد 20 سنة من تهريب كبير وغسيل أموال كبير للأموال العراقية. طيب دكتور عبد الرحمن، يعني احنا شفنا حزمة إصلاحات سواها البنك المركزي، بس ما أثرت شيء بالشارع، يعني بعد سعر الدولار مرتفع، نعم، وبعد الحكومة جاي تعاني، ما صار شيء. نعم، شكرا جزيلا، تحياتي لك أستاذ عدنان وللضيفين العزيزين أستاذي العزيز دكتور نبيل. خليني أبدأ أول مرة قبل الحزمة، يعني خليني أختلف مع أستاذ العزيز دكتور نبيل، أنه الحقيقة الوفد اللي ذهب إلى واشنطن لم يطلب مهلة أبدا ولا تمديد للمهلة، هذا ما أشيع عنه، أنا أعتقد أنه مو صحيح. والوفد العراقي ذهب لتنظيم آلية التحويل الخارجي فقط بالتعاون مع البنك الاحتياطي الفيدرالي، والطلب من البنك الاحتياطي الفيدرالي بتقديم الدعم الفني والبرامجي فيما يتعلق بآلية التحويل والرقابة على التحويل، وكان مطلبه جزء من مطلبه أنه هو يشرف على عملية التدقيق قبل أن يذهب إلى البنك الاحتياطي الفيدرالي. ولذلك يعني أنا أعتقد أنه بالعكس، أنا أعتقد أنه جزء كبير من الزيارة كان ناجح، ولذلك أشوف حتى ما كان البرنامج الاقتصادي له الأولوية في الزيارة، يعني جاء بعد البرنامج. وين كان ناجح؟ ناجح انه في تقديم في 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 موضوع الالتزام بعمليه المنصه، انا اعتقد انه هذا النجاح الاساسي اللي قدمه لنا الامريكان، سواء كان البنك الاحتياطي الفيدرالي او الخزانه الامريكيه، لانه يا استاذ عدنان واشار الدكتور نبيل انه كانت بوابه مشرعه لعمليه تهريب الاموال الى الخارج، وطبعا الاموال اللي كانت تهرب عن طريق النافذه، مو التاجر ابدا ما يهرب التي كانت تنهب من المال العام، وإحنا تحدثنا بهذا الموضوع أكثر من مرة، كانت تسرق الأمانات الضريبية، هي واحدة من البوابات اللي خرجت عن طريق نافذة العملة. فالآن تم غلق هذا المنفذ وتم اتخاذ الإجراءات من أجل التدقيق الكامل لكل الحوالات النقدية. ولذلك تشوف أنت ما تحدثت عنه حضرتك وسؤالك، أنه هذه التعليمات ما كانت لها تأثير واضح، وهذه التعليمات ما راح يبين اثرها الواضح، بالعكس ست ايام الاجراءات اللي ست ايام بامريكا، نعم ست ايام بامريكا ماكو شفافيه بالموضوع، ما جاي نفتي، ناقشوا مجموعه من القضايا مو فقط القضايا اللي تخص البنك المركزي، لا، كانت البرنامج السياسي الامني من ضمنها كان البرنامج الاقتصادي. فانا اعتقد انه هو الوفد، وخذها مني استاذ عدنان، الوفد لم يطلب التمديد المهله او تمديد الاجراءات السابقه ابدا دكتور، أبداً هذا خلاف الخطاب السياسي الحكومي اللي كان ممكن يراهنون عليه بانه حصول تجميد او حصول على مهله، هذا خلاف الخطاب اللي جاي تحكي به انت. خذها من يمي كلمه وسجلها وخليها لم يطلب العراق لا تجميد الاجراءات ولا مهله للبقاء على الاجراءات السابقه، بالعكس العراق جاءته فرصه عظيمه بتقنين عملية التحويل والتدقيق، لأن هذه الأموال التي كانت تذهب هي نهب من المال العام، وهذه واحدة من البوابات اللي ممكن أن تغلق بوجه الفساد اللي كان يذهب عن طريق النافذة بالشكل الرسمي، الآن ده يطلع غير رسمي، يعني راحوا يستمعون، ما عندهم شيء، ما عندهم طلبات، راحوا يستمعون ويرجعون. لا هم طلبوا شوف، واحده من الامور اللي طلبها البنك الاحتياطي الفيدرالي واللي ايضا التزم بها العراق، انه عند ما تم الاتفاق مع جي بي مورغان اللي هو واحد من كبريات المصارف العالميه، انه يكون التحويل الى الصين عن طريق جي بي مورغان، وجي بي مورغان هو من سيدقق عمليات التحويل نيابه عن البنك الاحتياطي الفيدرالي. هذا واحد من الامور. الامر الثاني انه التدريب والتاهيل والبرامج الجديده اللي المفروض يطبقها العراق في مساله مراقبه عمليات التحويل الخارجي، وهذا التنسيق مستمر بالمناسبه، هو يعني اصلا حتى بهذا جي بي مورغان شنو علاقته بمركز التحويلات بعمان اللي ذكره استاذ امير الدعمي؟ استاذ امير الدعمي
في تغريده لحضرتك ذكرت انه اكو يعني هاي الحوالات، اكو مركز في عمان تم يعني هاي معلومات، عندك معلومات بهذا الموضوع؟ نعم، تحيه لك سيد عدنان وتحيه ضيفك الاكارم. انا اولا خلنا اعلق تعليق سريع بخصوص السيد علي الشريف. اليوم السيد علي الشريف يعرض على السيد قاضي التحقيق وتم الافراج عنه. والله يعني الله يبشرك بالخير. الله يبشرك بالخير. الله يبشرك بالخير. خبر ممتاز والله. يعني خلاص الرجل حر طليق يعني. اي نعم نعم. الحمد لله والشكر. هاي واحد. اثنين، بخصوص سؤالك، يعني انا قد اختلف مع ضيفك بانه اليوم لم يطلب الوفد العراقي من امريكا مهله. انا حسب معلوماتي وهو شبه المؤكده، والدليل على انه شبه المؤكده انه لم يخرج بيان من الوفد العراقي عن اليه سفره الى واشنطن واليه الاجتماع التي حصلت هناك. كل ما سرب بنسبة كبيرة جدا هو صحيح. البنك المركزي العراقي تفاجأ بإجراءات المشددة للبنك الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية بخصوص فرض المنصة، وكان هناك إرباك للسوق العراقية. وما حصل في اجتماع اسطنبول، الوفد العراقي ذهب لإسطنبول، كان أحد أركان أو أحد تمهيداته والبوابات لاجتماع واشنطن هو أن يعطون مهلة لحين ترتيب الوضع الداخلي بالعراق. وذهب الوفد إلى واشنطن على أساس ذلك، أنه يتم ترتيب الوضع، لأن هناك نزف للأموال، نزيف للأموال العراقية، يعني لا يمكن اليوم السيطرة عليه إلا باتجاه أنه يعني ستيب باي ستيب، يعني على يعني درجة درجة، مو أنه فجأة واحدة أنه يصير المنصة. لكن تشدد البنك الفيدرالي الأمريكي على أنه يجب أن تطبق المنصة، ورغم تطبيق المنصة لا زال نزيف الدينار العراقي في الشارع في الأسواق. أما بخصوص سؤالك اليوم، ما فرض البنك الفيدرالي الأمريكي على البنك المركزي العراقي هو أن يكون هناك مركز للمراقبة مقره في عمان يراقب الإجراءات والتحويلات التي تخرج خارج العراق، وهو أشبه بالوصاية الدولية وأشبه بالمراقبة على إجراءات التحويلات تجري من البنك المركزي العراقي. ما أشوف بيان رسمي بهذا الموضوع، ولا حتى معلومة ولا تقرير. يعني هو الموضوع كلما ببيان من الألف للياء، وكل ما خرج من تسريبات هي تسريبات حقيقية. أما تقول لي المنصة اليوم من فرضها أو وجود فعلا أن هناك مركز مراقبة في عمان، أنا أقول لك هاي المعلومة مؤكدة، أن البنك الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية فرضت على العراق أن تكون هناك وصاية على التحويلات مركزها ومقرها في عمان لمراقبة هذه التحويلات، وهذا شيء مؤكد، وممكن الرجوع للبنك المركزي، وممكن الرجوع لي. انا اقول لك اكو يمكن خبر نشر في الواشنطن بوست يشير الى ان وجود منصه مراقبه على التحويلات نشر خلال اليومين الماضيين، وانا اخذته واستسقيت من الواشنطن بوست هذا الخبر. دكتور بس لا يطلع اطلاق صراحه علي الشريف هم تسريبات، انت متاكد من هذا الموضوع؟ لا 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 اليوم والله لا مؤكد مؤكد والله فرحتني بصراحه. والله مؤكد والله. الله يبشرك بالخير. خليني لا أرجع. مؤكد الله يبشرك بالخير. خليني ارجع الدكتور نبيل المرسومي، اقول له يعني جي مورغان انا ما جاي اعرف شنو واجبه بالضبط، وحتى المركز اللي يتحدث عنه الاستاذ يعني معناها انه العراق بعد يعني الامريكان ما واثقين منه بشكل كامل دكتور نبيل، من نظام المصرف يعني الامريكان هم مواكبين البنك المركزي العراقي، ممثل الخزانه الامريكيه يداوم بالسفاره الامريكيه، واضح هذا. أنا أتكلم عن التوقيت، هناك ثلاث جهات اليوم تدقق على الحوالات والاعتمادات المستندية، البنك المركزي العراقي والبنك المراسل والبنك الفيدرالي الأمريكي. كل هذه ثلاث جهات تدقق لكي لا تتحول الأموال العراقية إلى تمويل دول تصفها الولايات المتحدة الأمريكية بأنها معادية، وهذه الدول أصبحت معروفة. هو لا رجوع على المنصة الإلكترونية، نعم الأمريكان لن يتراجعوا على المنصة الإلكترونية لأنه هناك تحول جيوستراتيجي أو استراتيجي في علاقتها مع الدول المعادية للولايات المتحدة، وخاصة روسيا وسوريا وإيران. هي من كل هذه العملية المنصة الغاية منها هي تقويض التجارة بين العراق وإيران، لا سبب آخر. هي الأمريكان مو حريصين على الأموال العراقية تهرب أو لا تهرب، هم حريصين على منع تحويل أي دولار إلى إيران، لأنه التجارة معلومات مع إيران تحول أو تمول عن طريق الحوالات المصرفية. نعم معلوماتنا أنه الأمريكان حتى طالبين من الوفد العراقي أنه يبتعد عن العلاقة مع إيران حتى فيما يخص الطاقة،
يعني مو فقط التجارة غير الشرعية وحتى التجارة نعم. الشرعية مع إيران، قايلين للعراقيين أنه شوفوا لكم مصدر آخر غير الإيرانيين بتزودكم بالطاقة، يعني شرعية وغير شرعية ابتعدوا عن إيران. اي نعم، بس احنا يعني العراق عنده علاقات اقتصادية، هذا واقع، عنده علاقات اقتصادية وثيقة مع إيران. اليوم السلع الإيرانية تشكل بحدود 10 مليارات دولار العراقي يستورد من إيران. هناك عدد كبير من العراقيين أعمالهم، جل أعمالهم تعتمد على استيراد السلع الإيراني. قطع الاستيراد مع إيران دفعة واحدة بهذا الشكل، أنا أعتقد أنه سوف يضر أيضا بالشعب العراقي، مثل ما مسألة الغاز والكهرباء الإيراني. العراق مو عنده استثناء، الولايات المتحدة الأمريكية تعطيه كل فترة استثناء لمدة 6 أشهر لاستيراد الغاز والكهرباء الإيراني، لأن يعني العراق يحتاج أيضا إلى بضع سنوات لكي يتكيف أو يبني قطاع كهرباء، وأيضا يطور من صناعة الغاز حتى تستطيع أن يستغني عن الغاز الإيراني وبالتالي عن الكهرباء الإيرانية ويحقق أمن الطاقة. لكن هذا التسرع اليوم اللي موجود في تطبيق المنصة، رجع مرة أخرى، هي مسألة تنظير أو ترف فكري. أنت صح طبقت المنصة اليوم وعمقت الإجراءات، وهذا في النهاية بالمدى البعيد هو في صالح العراق، لكن تكلم عن اليوم الأضرار اللي لحقت بالمواطن العراقي. تكلم اليوم عن سعر الموازي اللي ارتفع بأكثر من 20 نقطة على السعر، عن السعر الرسمي، هاي كلها أضرار يتحملها من يتحملها؟ يتحملها فقراء العراق، وبالتالي أنا أتحملها أيضا الطبقة أكثر من 20 نقطة اليوم، 153 وصل السوق الموازي. لا 200، طيب 200 من 1300 الى 1500. طيب دكتور عبد الرحمن، الزمن كفيل بمعالجة هذه الفجوة؟ تتخيل ممكن؟ هو نعم، احنا اذا نراهن على الزمن، الزمن كفيل بحل هذه الأزمة، لكن احنا المشكلة يا استاذ عدنان ويعرفها تماما دكتور نبيل، احنا دا صادفنا اجراءات حكومية وإجراءات أيضا من قبل المصارف. يعني شوف احنا خلال الشهر الماضي، يعني كنا نتوقع أنه 3 أسابيع 4 أسابيع أنا شخصيا أنه ممكن التجار يتكيفون مع الآلية الجديدة، لكن المشكلة صادفتنا مجموعة من المشاكل مع الدوائر. السيد رئيس الوزراء ده يحاول يحل هذه المشاكل مع الضريبة، مع الجمارك، مع التقييس والسيطرة النوعية، لكن المشكلة اللي ده صادفنا الآن مع المصارف الخاصة. يعني اليوم أنا تاجر، إذا أريد أروح أفتح حساب بالمصرف، أنا قبل كانت العملية التجارة تتم بالتليفون على وكيل مكتب صيرفة، حول لي إلى الصين دفترين، يحول لي دفترين وأسدد بالتقسيط المريح. يعني عندي أنا 2000 دولار أنطيه وبعدين ورا 3 أيام 4 أيام أبدي أدزله. الآن حتى أروح أفتح حساب بالمصرف لازم عندي عقد مصدق إذا كنت أمتلك هوية غرفة تجارة بغداد أو مسجل الشركات. مسجل الشركات ما يكفي الإجازة، لازم عندي تحاسب ضريبي ولازم عندي سجل. ومن أروح أفتح حساب بالمصرف يريد مني وديعة، الوديعة 250 ألف وقسم المصارف تطلب 500 ألف. طيب أنا لو أمتلك هذا الرقم أروح أشتغل بالسوق السوداء، ماكو داعي أروح أضطر إلى هذه الإجراءات حتى أفتح حساب، لأنه من تحدثت مع قسم من المصارف أنه إحنا يقولون دائما هذا، إحنا ما عندنا ثقة بالأشخاص اللي جايين دي يفتحون حسابات ويدعون أنهم تجار. احنا بدل ان نقدم لهم التسهيلات ونضيفهم على مبادرة البنك المركزي ويكون عمل المصارف بالآونة يعني الأخيرة يعني خلال هذه الأيام مثل عمل مكاتب الصيرفة، نقدم لهم هذه التسهيلات حتى نجذبهم. طيب وندخلهم عن طريق المنصة. سؤالي دكتور، مشكلة لا تصادفنا عراقيل في فتح الحساب. سؤالي نعم. دكتور، يعني احنا نعرف انه مزاد العملة كان بفواتير مزيفة، وهاي الفواتير المزيفة كانت تستغرق مبلغ كبير في مزاد العملة. طيب هاي الفواتير المزيفة نعم. خلاص خارج نعم. يعني أوت فيما يخص مزاد العملة، كيف يمكن تعويضها حتى نعم. حتى ينزل سعر الدولار؟ شلون راح تعوض؟ يعني أنت هو أنت تبيع هو الآن أنت تبيع الآن باليوم 200، خلينا نقول المزيفة 100، طيب شلون تعوض هذا المبلغ؟ احنا المزيف المزور، هو مزور ما عندنا مشكلة به. احنا الآن مع التجارة الحقيقية، التجارة الحقيقية لحد الآن ما وصلنا إلى الرقم المطلوب. يعني اليوم أنا دا أطالع على مبيعات النافذة وصلت إلى حد 63 اللي هي الحوالات. ما ما ما, نعم. ما فهمت عليها بشكل جيد دكتور، أقول إنه يعني هاي الفواتير. لا فهمت بالضبط. إيه شلون تعويضها حتى ينزل الدولار؟ فهمتها. لا يعني لا يعني اللي كان يزور ممكن يشتري دولار، اللي كان يزور وياخذ دولار ممكن يروح طبعا ده يشتري من السوق الموازي، ده يشتري من السوق الموازي ما عنده مشكله به.
احنا المهم التجار الحقيقيين اللي عندهم اعمال تجاريه اللي نشاطهم يزيد عن ال 125 الى 175 يوميه لمده 21 يوم عمل من ايام عمل المصرف، هو هذا المهم. لحد هذه اللحظه اليوم انا شفت الحوالات والاعتمادات المستنديه 63 مليون، معناتها عندنا عجز بحدود ال 70-75 مليون. هذه المشكله هنا، متى ما ارتفع عدد يعني حجم الحوالات النقديه لغرض تمويل التجاره الى ال 150 مليون، انا اعتقد ممكن ان يكون استقرار بالسوق. وطبعا هذا ايضا يحتاج الى وقت، لانه احنا الان عندنا مشكله مال 3 أشهر مضت، يعني راح يصير ايضا هناك عجز بحجم البضاعه اللي موجوده بالسوق. يعني اليوم اني من اقطع للتاجر اليوم بعد شهرا يلا يبين تاثيرها على السوق. فهذه المشكله. فاحنا المشكله دن مثل كره الثلج دن ندفعها وتكبر مع الايام. زين. نعم. سؤالي الأستاذ أمير، يعني إحنا نعرف أنه يعني أكو بعض المصارف مصارف سياسية وحتى شركات الصيرفة، شلون ممكن يتحملون السياسيين هذه الخسارة؟ شلون ممكن أنه يعني غسيل الأموال وتهريبها، شلون ممكن يتحملوها أستاذ أمير؟ شوف أستاذ عدنان، يعني رغم أنه ما فرض البنك الفدرالي الأمريكي على العراق هو تنظيم إخراج الدولار، لكن لحد هذه اللحظة لا زال اليوم السوق السوداء هي اللي تسيطر على عملية استنزاف العملة العراقية أو الدولار العملة الصعبة. اليوم مثلا على سبيل المثال باع البنك الفدرالي البنك المركزي 147 مليون دولار تحول لين 62 مليون حوالات خارجية، استغلت الحوالات 15 بنك، وأغلبية هذه البنوك اللي دا أحكي عنها أو الكل من هذه البنوك هي بنوك تابعة لأحزاب سياسية أو أحزاب يعني بنوك سياسية 100%، و 85% هو المعروض بالسوق. ال 85 مليون اللي معروض بالسوق بيش دا ينباع؟ دا ينباع 153. يعني العراق يوميا يستنزف بحدود 10 مليار دينار دولار أمريكي على اعتبار ما يستنزفه بالعملة العراقية. طيب وين الدولة من هذا الموضوع؟ يا واش وين الدولة؟ يعني انت اليوم يعني هم مستفادين، أنا أسيطر على المنصة. هم مستفادين من يعني حتى لو منعنا التزوير والفواتير المزيفة هم جاي يستفادون. راح اعطيك فد معلومة، راح اعطيك معلومة. في عام 2012 فرض على العراق تطبيق المنصة في زمن حكومة المالك الثانية، حدث صار مماطلة بالتنفيذ، حصلت احداث 2014، أجل العمل بالمنصة باعتبار أن العراق اليوم عنده حرب ولازم يستنزف، لازم يصرف دولار ولازم يخرج دولار ويشتري سلاح. في عام 2019 فرضت البنك الفدرالي مسألة المنصة في زمن عادل عبد المهدي، وأيضا حصل ما حصل في تظاهرات تشرين، أجل العمل بالمنصة. استلم الكاظمي خزينة خاوية، دينار ماكو، أجبر على رفع قيمة سعر الدولار حتى أولا يسحب العملة العراقية من البيوت، لأن إحنا ما عندنا نظام مصرفي ممكن أن يأمن للمواطن حتى يودع فلوسه، كله خزين بالبيوت، وبالتالي أراد سحب السيولة النقدية العراقية حتى يوفر رواتب، وبنفس الوقت يمنع نوعا ما تهريب العملة للخارج، رفع سعر صرف الدولار بموافقة الأحزاب والكتل السياسية بالبرلمان إلى 147، حد نوعا ما من تهريب العملة وسحب النقد العراقي، وبالتالي منع. هسه البعض يقول لك ليش ما تطبقت بزمن الكاظمي؟ هو الكاظم يشلحك حتى يسويها. فبالتالي من فرضه المنصة هسه اليوم أكو بحبوحة، أكو اليوم 100 مليار دينار دولار أمريكي هو الوفرة المالية اللي تركتها حكومة الكاظمي. وهناك وضع اقتصادي نوعا ما مستقر ووضع أمني مستقر. عندما فرضوا هذا الأمر هسه بدل ما تستغل حكومة السوداني راحت رجعتها ل 130. طيب 130 من مستفاد منها المواطن؟ أنا دا أبيع ب 130 لكن دا أشتري ب 153 عن المواطن، بمعنى ما اقدر احصل على الدولار اللي دي حصل بمعنى على الدولار اللي كانوا يزيفون قبل هسه جاي يستفادون من فرق العمله اللي يبيعوها لل بارك الله بيك. بدل ما يصير فواتير مزوره راح يسوي اكو امور اخرى، هي بدل ابيع لك 130 اشتري ابيع ب 153 ابيع اشتري ب 130 وابيع 153 شخويا ما راح ينزل. وين الدوله بعد بهذا الموضوع؟ ليش ما كافحت الدوله لحد هذه اللحظه؟ اذا القصه لا ما اعتقد ينزل، يبقى فرق 23 نمره. اذا بهالشكل هذا، ما اعرف اذا دكتور نبيل يوافق او لا، بس اذا بهالشكل هذا انه انت منعتني اصدر فلوسي لبرا اني راح استخدم وراح استفاد بهذه الطريقه، دكتور نبيل ما اعرف توافق او لا. نعم بالضبط، انا نشرت عن هذا الموضوع قبل عده ايام. انت اذا ما تقضي على الدوله
إذا لم تقضي عليها، شوف المواطن العراقي لا يهتم بسعر الصرف سواء 153 160، يهتم بأسعار السلع. أسعار السلع يفترض ما لها علاقة بالسعر الموازي، لها علاقة بالسعر الرسمي للدولار، لأن المستورد الرئيسي يستورد بالسعر الرسمي. صحيح. وبالتالي ينبغي أن يبيع بالسعر الرسمي. شو يسوي المستورد الرئيسي؟ يبيع تجار الجملة والمفرد بالدولار، والتسديد يكون بالدولار. التجار المفرد والجملة يشترون الدولار من السوق الرسمية، من السوق الموازية، بأسعار مرتفعة، ويسددون بها للمستورد. المستورد عنده نقد عراقي يستورد بالسعر الرسمي. هاي الفجوة، طبعا الفجوة المستورد الرئيسي يستفيد مرتين، مرة من هاي الفجوة الكبيرة الموجودة بين السعر الرسمي والموازي، والمرة الثانية يستفيد من الربح التجاري اللي يستورد على أثر البضاعة ويبيعها بسعر مختلف عن سعر الاستيراد. يفترض جهود الحكومة يتم السيطرة وتحد من نشاط المحتكرين الكبار اللي هم 4-5 ترى على مستوى العراق، هم الذين يحتكرون التجارة الخارجية. إذا نجحت الحكومة في القضاء على الدولرة وفي حصر التعامل التجاري الداخلي بالدينار العراقي، أنا أتصور أن أسعار السلع سوف تبدأ عندئذ بالانخفاض. لعد إحنا وصلنا إلى نتيجة جيدة، أنه إحنا عندنا مشكلة مع 4 أو 5 مصارف. دكتور نبيل، يعني هم اللي هي الحيتان الكبار، سميهم ما شئت، بس ذول هم اللي يحتكرون، هم اللي يحتكرون استيراد السلع من الخارج، وهم المشترين الرئيسيين للدولار من نافذة البنك المركزي العراقي. إذا ما سيطرت عليهم الحكومة، نتصور أنهم مشكلة ارتفاع أسعار السلع سوف تبدأ حينئذ بالانخفاض. ما أعرف يعني دكتور عبد الرحمن، تتخيل الحكومة ممكن تسيطر عليهم إذا حيتان وكبار؟ لا، هو ايضا خليني اختلف مع دكتور نبيل. طبعا السوق احنا ما عندنا بيه محتكر، ما عندنا تاجر محتكر، من السهل جدا اي تاجر من التجار يستورد من اي مكان. وشوف انه حتى قانون الاحتكار ما ينطبق علينا، لانه لابد ان يسيطر على 49%. بالتالي انا اعتقد انه مجموعه كبيره من التجار تستورد نفس المواد من مناشئ مختلفه. الحكومه شو راح تسيطر؟ تسيطر من خلال، انا اعتقد الدور الأكبر اللي أشار له السيد رئيس الوزراء إلى وزارة التجارة، أنه تدخل كدور كمرجح بالسوق. فبدأت بحصة السلة الغذائية بتوزيعها للمشمولين بالحماية الاجتماعية. بدأت وزارة التجارة أن توزع بعض المواد، 4 مواد عن طريق منافذها، وأنا مختلف مع هذه الآلية، لأنه يفترض يكون التوزيع عن طريق وكلاء البطاقة التموينية لأنه أكثر انتشاراً، ومؤمل أن تزداد إلى 10 مواد لحين استقرار السوق. عند ذلك ممكن، يعني الأمر لا يخلو من عقبات، وبالتالي يجب على الحكومة ممثلة بوزارة التجارة أن يكون دورها بتوفير السلع الأساسية اللي تهم حياة المواطنين. لأنه فعلا مثل ما أشار دكتور نبيل، المواطن الاعتيادي ما يهم سعر الصرف بيش يصير، المهمة أن السلعة تبقى محافظة على سعرها. والتاجر أيضا البائع المفرد هو أيضا يهم أن أسعار تكون مستقرة، لأنه الحقيقة ما دا يعرف بيش يبيع. يعني أنا موجود اليوم بالسوق يقولك أنا ما أعرف على شقد أكسر، على 1550، على 1600، على 1450. لا، هو لأنه الحقيقة ما عنده أفق بكرة بيش راح يكون سعر الصرف. طالما أنه الأجواء تشاؤمية بعدم السيطرة على سعر الصرف، هذا تنطي أفق للبائع التجزئة أو بائع المفرد أنه لابد أن يحسب حتى يأمن أنه إذا ما راح يسدد للصالح التاجر الكبير. أرجع نعم. أكو تصريح لمستشار رئيس الوزراء، هذا سؤال الأستاذ أمير، يعني الدكتور مظهر محمد صالح يقول هي أصلا هاي الأزمة مصطنعة. يعني 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 ما اعرف هذا شنو تفسيره بهذا الاصطناع، بس يعني من خلال النقاش تبين انه القصه اكو 5 اذا تقدر تسيطر عليهم انه تنهي. هذا اللي قصده مستشار رئيس الوزراء استاذ امير. هي والله استاذ، انا بالعكس انا اتفق مع دكتور مظهر انه هنا ازمه مصطنعه، على اعتبار ما فقدته بالحوالات وبالفواتير المزوره ممكن تعوضه بالداخل العراقي. تخفض سعر الصرف وتبيعه بالبورصة بالسعر الموازي بخلاف سعر الصرف. يعني أنت معقولة دولة مثل العراق اليوم ورئيس الوزراء يطلع يقول يجب أن نحدد ويجب أن نمنع وإلى آخره. اليوم أنا كمواطن أشوف اليوم البورصة تعلن بشكل رسمي أن سعر الصرف والبيع 153، ورئيس الوزراء يقول أكو أرقام هواتف ممكن تتصل عليها إذا كان هذا الموضوع. طيب اليوم الطب أبو صيرفة تقول له يا بابا بيش أبيع لك؟ يقول لك 130. بيش اشتري منك 153؟ ومرات يقول لك ما بيع، لان يقول لك انا ما اريد افرض، ما اريد اخسر.
ما بيعاني. فبالتالي المحتكرين معروفين، هي المصارف الأربعة الخمسة، هي خمسة مصارف معروفة، هذه تابعة لجهات سياسية متنفذة ما ممكن المساس بها، يعني ما ممكن الوصول إلها. بالتالي هي من تتحكم السوداني؟ بالسوق الموازي، هي من تتحكم بالبورصة. والله لحد الآن أشوف إيه، نعم، ما حتى السوداني ما يقدر لها. يعني اللي أنا هسه مواطن لحد اليوم رئيس الوزراء يقول يابا سعر الصرف الرسمي 130، طيب دولة الرئيس أنت سمعت اليوم بالشارع اللي يبيعون 153؟ إجراءك للحد من هذا الموضوع، منافذ البيع اللي مرخصة بالبيع الآن بال 130 اللي هي بالمطار أو البنوك، تعرف حجم الفساد اللي بيها دولة الرئيس؟ لو ما تعرف سالفة المسافرين وغير المسافرين، وطرحتها وياك بالبرنامج، يعني هل اتخذ بها علاج؟ روح شوف الناس المسافرين دي يطبون للمطار، يطي فلوس عراقي ما يلحق الطيارة تطير، يعوف فلوسه ويعوف التكت مارته ويطير ويا الطيارة ويأخذوها المتنفذين هناك، أكو متنفذين معروفين. طيب هل ممكن أنا المواطن أعرف وأجهزة الدولة والدولة ما تعرف إدي يصير منافذ البيع البنوك اللي بالداخل بغداد أو المنافذ؟ هذا شو يسموه؟ هذا يسموه شنو؟ غض الطرف؟ لو أنا ما أقدر، واحدة من عدهن، لو أنا ما أقدر لو غض الطرف. بس هي شوف شلون يقولون الشمس لازم تطلع على 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 الحرامي، يعني دكتور نبيل انت نشرت على الحرامي اي مو هالشكل. ف يعني احنا امامنا موازنه وامامنا يعني راح تصير شحه بالدينار دكتور نبيل المرسومي، اذا هذه المبيعات تتوقف عند هذا الرقم معناها ما نقدر نطي رواتب للناس، شلون راح نعوض دكتور نبيل؟ يعني اليوم انا صديقي العزيز عبد الرحمن مشهد يعني كثير الاختلاف معي. انا عندما اتكلم عن الاحتكار لا اقصد الاحتكار تام والله لا يفسد للودي قضيه، والله ما احلى اختلافكم والله اجمل اختلاف دكتور نبيل. نافذه العمله بالعراق استاذ احنا نختلف، ودونا رمانات وجداحات تضحكون بيناتكم نختلف عادي، يا ريت الاختلافات اختلفوا اي تتعلموا ناس تختلف هالشكل موجود طبعا استاذ عدنان اكو مشكله كبيره ستتفاقم عندما تظهر موازنه 2023. يعني انا اتمنى لا تكون النسخه الجديده لموازنه 2023 تتشابه مع النسخه الاوليه التي تم تسريبها، لان بالحقيقه نسخه كارثيه، انه الموازنه حجمها 269 تريليون دينار وبها عجز 121 تريليون دينار وبأنفاق تشغيلي 179 تريليون دينار. إذا صحت هذه الموازنة أو نسخة قريبة منها نحن أمام نحن على شفا أقول حفرة، يعني شفرة حفرة من من الهاوية الاقتصادية، لأن موازنة بهذا الحجم تمول أكثر من 100 تريليون دينار منها بالاقتراض الداخلي والخارجي. أنا أعتقد أنه سيقع العراق في مأزق جديد من المديونية الداخلية والخارجية، وأتمنى أن تكون النسخة الجديدة مختلفة. النسخة الجديدة من مساوئها أيضا إذا ظهرت كما هي الأولية أنه هذا الإنفاق الكبير خاصة التشغيلي من أين سيمول؟ ومبيعات البنك المركزي العراقي بهذا القدر اللي ما زيد به عن مليارين دولار، وبالتالي سيلجأ الحكومة إلى مزيد من الاقتراض الداخلي يعني حتى توفر الدينار، يعني الدينار العراقي لك. آسف للمقاطعة بس أنا أحب هاي التشابيه البسيطة للناس، يعني الأمريكان خنقوا الطبقة السياسية الفاسدة قالوا لهم بعد ماكو غسيل أموال وتهريب، الطبقة السياسية الفاسدة راح تخنق العراقيين، هي هالشكل راح تصير؟ يعني هو انا ما اعرف انه هاي النسخه الاوليه طبعا اللي ذكر ارقام النائب مصطفى سند، اذا نفسها انا اعتقد نعم نسخه اوليه نسخه كامله 25/12 صادره النسخه الاوليه للموازنه اتكلم، ربما سيزداد الرقم لانه بعد ما رفع سعر صرف الدينار راح يزداد الرقم، اكيد العجز راح يزداد الرقم مال اي ممكن بس راح يزداد، راح يزداد. دكتور عبد الرحمن ما اعرف اذا توافق الراي او لا، يعني هسه الان السياسيين ما يقدرون يهربون، راح يرجعون يحافظون على فرق العمله. لا هو بس اذا تسمح لي استاذ عدنان، يعني دكتور نبيل بدأ وما كمل الأخير لأنه دخل في موضوع الموازنة، طالما الحكومة تمتلك الدولار فالبنك المركزي ملزم بتأمين الدينار العراقي حتى تدفع نفقاتها سواء كانت الرواتب غير الرواتب. البنك المركزي من أين سيؤمن؟ سيلجأ إلى الإصدار النقد الجديد.
خطورة الإصدار النقد الجديد راح يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، يعني هذا مسألة اقتصادية مبدئية. والاحتياطيات اللي تحدث عنها أستاذ أمير الدعمي هي احتياطيات البنك المركزي وليس احتياطيات الحكومة. الحكومة عندها نفط تصدر تيجي عن طريق وزارة المالية، عندها 15 مليار مثل ما أشار دكتور مظهر أعتقد أو 16 مليار اللي هي فقط اللي هي الوفرة المتحققة من العام الماضي. هذا من جانب. ما سألت عنه حضرتك أنه الآن فعلا مسألة السياسيين كانت أحسن سياسيين غير سياسيين. بالمناسبة الحيتان الكبيرة ليست فقط السياسيين، لأنه الحيتان هم خلقوها السياسيين بالسنوات السابقة الآن، وقوتهم ربما تكون أقوى من ماكو حوت بالعراق اليوم. صار حوت إذا ما عايش على سياسي اثنين ثلاثة، ما هاي الشغلة ما أنا قلت هذا هم خلقوه بالبداية والآن صار هو يدعمهم، كل واحد من عندهم هو يدعمهم. هو مو سياسي بس هو يعني مدعوم من سياسي ومحمي من سياسي، وانت بعد تعرف احنا يعني ما جايين من الصين يا أخوي. لا 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 الان انقلبت بالعكس، الحمايه والدعم من الحيتان الكبيره للسياسيين، يعني صارت بالعكس، لانه الامبراطوريه مال خلقوا. فهؤلاء كانوا عن طريق النافذه، الان عن طريق الحقائب الدبلوماسيه تطلع الاموال بشكل سهل وواضح ومساله محلوله، لكن ليست بالكميات التي كانت تخرج سابقا. احنا سابقا نتحدث عن على الاقل 70 مليون 100 مليون كانت تحول بشكل يومي لمدة 21 يوم عمل من أيام عمل البنك المركزي. الآن لا، الرقم ربما ينخفض على أمل أنه طيب يصير مجال بها بالأيام القادمة. خلي أقول أني نعم. خلي أتشائم أستاذ أمير، يعني أقول هذا الفرق هذا النمرة 23 نمرة مو صحيح بين بيع المركزي وال 200 نمرة سال عدنان، 200 نمرة من 1300 ل 1500 200 نمرة. هاي تفتح شهية الحيتان، هاي تفتح شهيتهم، يعني ما راح يعني بمعنى احنا ما راح نتوقع نزول ال 200 نمره استاذ، مو شوي. اي يعني انا اقول لك هذا نوعا ما هذا غسيل اموال. اولا رئيس الوزراء اذا فرض البنك الفدرالي الامريكي على العراق المنصه، المفروض اكو هناك تصحيح بالنظام المصرفي بالعراق. احنا لحد الان النظام المصرفي نظام متخلف نهائيا. ثانيا دكاكين الاحزاب ما تسمى بالبنوك هذه اللي فاتحيها، هذه يجب أن تشذب. ليش هسه هذا الانفتاح عليها؟ ليش أنا اليوم البارحة أنطي 20 مصرف، أنطي 85 مليون للمعروض والمعروض ما يجي للسوق ما ينزل؟ المفروض 85 مليون تغطي السوق العراقية، المفروض ما ينبع بهذا السعر. هو ليش دا يصعد هسه؟ لأن محتكري مصارف معينة وتفرض أن تبيع بهذا السعر. طيب ثم اليوم رئيس الوزراء شنو أسأل سؤال، شنو علاقة وين أمن الاقتصاد من هذا الموضوع؟ شنو علاقة شركات الصيرفة اللي الحكومة متوجهة عليهم وجاي يضيقون عليهم؟ إلهم دور بالموضوع شركات الصيرفة لو الشغلة لا يم المصارف والحيتان الجردان أستاذ أمير اللي أستاذ عدنان إلك وياك باق وياك ها عيني. أقول شركات الصيرفة شنو علاقتهم بالبوابات لهذه؟ شركات الصيرفة هي تابعة لهذه الدكاكين. ماكو بنك اليوم تابع لجهة معينة أو سياسي أو صاحب بنك إذا ما عنده شركات صيرفة بأسماء متنوعة بأفرع متنوعة. لعد ويش صعد الصرف؟ إنه هذه البنوك توزع على شركات الصيرفة، وشركات الصيرفة اللي تبيع بالأسواق بالبورصة. وبالتالي إذا لم يحصل تجذيب، ياهل يجي وفتح شركة صيرفة، ياهل يجي وفتح شركة صيرفة. بالتالي إذا لم يحصل تجذيب لهذه شركات الصيرفة والحد منها وتقنينها بقانون معين، نعم كمل، لا يمكن السيطرة على سعر الصرف. اسمح لي استاذ عبد الرحمن، بس خلي استاذ أمير، انت اليوم هم تريد تشمر علينا رمانات مجال شوي. لا هي بخصوص الموضوع نفسه. اي بس خلي يكمل استاذ أمير وارجع لك. نعم أنا اللي أقول اليوم هاي شركات الصيرفة هي دكاكين صغيرة تابعة لدكاكين كبيرة تسمى البنوك، وهي تابعة وهي التي تتحد يعني تسيطر على سعر الصرف بالشارع. وبالتالي كل عمليات غسيل الأموال والتحويلات وغيرها من الأمور الأخرى تحدث عن طريق شركات الصيرفة. وحسنا فعل رئيس الوزراء بأن ذهب إلى هذه الشركات على اعتبار هي أحد مصادر اختلال السوق بسعر الصرف. تفضل أستاذ عبد الرحمن رمانتك جوابك. استاذ عدنان طبعا على مكاتب الصيرفه البنك حصه المصارف التجاريه 300 الف
دولار أسبوعيا، بينما مكاتب الصرف فرع أليف تأخذ 1,800,000، والآن البنك المركزي سمح لهذه الشركات اللي تنجز وتصرف 1,800,000 أن يضاعف لها الحصة صير 3,600,000 وباء 700,000 أسبوعيا، وممكن أن تضاعف حصتها إلى 1,500,000 أو 1,600,000، والجيم اللي هي 70,000 أو 80,000 ممكن تصير 160,000. يعني بالتالي حصة الشركات الصرافة أكبر بثلاث أو أربعة أضعاف من حصة المصرف، فلذلك التركيز عليها لأنه هي من تتعامل مع الكمية الكبيرة من المال السائب بالسوق العراقية. نعم العفو. يعني أنا هسه وصلني الفيديو مال علي الشريفي هنا هسه جاي أشوفه، والله فرحت زين. يعني هذا فيديو أنا شوية يستاهل ما سيد علي، يعني الأستاذ كان طيب حلو يعني فرحتني بصراحة. أنا كتلت روح علي الحمد لله والشكر، يعني مو حلوة هي هاي الهجمة بهاي الطريقة، يعني شاب يروع بهذه الطريقة شو أسوي بالصوت؟ لا لا خلاص، بعد ما دام طلع خلاص رايت الله بيضة، وكون خلي يفكوني يا أخي من الناس هسه، هاي شنو ما تفهم مو ياك أحكي ويا الحكومة يعني شكرا جزيلا للدكتور نبيل المرسومي والدكتور عبد الرحمن المشهداني، وشكرا للأستاذ أمير الدعم. حقيقة يعني أخذت معلومات هواي من حضراتكم، شكرا لكم، ومناسبة حلوة بإطلاق سراح السيد علي الشريف. شكرا لكم، يا ريت يسمعونا ويطلقون سراح الباقي، يعني أكو ناس مساكين بعد. شكرا لكم، شكرا ضيوفنا الكرام، شكرا لمشاهدينا، ونلتقي باكر إن شاء الله إذا ما شو يصير بعد.